أيضا اليوم تحت شعار يدوم الخير كانت حملة جمعية دبي الخيرية في رمضان واللي تستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك داخل الدولة وفي 17 دولة أخرى أيضا ديالة. نعم، فرحة اليتيم إحدى أبرز المشاريع الخيرية لدبي واللي تهدف لنشر الفرحة وتفتح أبواب التكافل بين مكونات المجتمع. الزميل محمد علي كان هناك وأجرى لنا هذا التقرير، نشوفه وياك. نشوفه. العيد فرحة للصغير والكبير، والخير في المجتمع عادة لا تنقطع. جمعية دبي الخيرية أكملت خلال حملتها الرمضانية 4 مشاريع رئيسية، هي إفطار صائم، المير الرمضاني، فرحة يتيم، وزكاة الفطر، لتسهم في إسعاد الكثير من الأسر. جمعية دبي الخيرية فيها أنشطة كثيرة، من ضمن الأنشطة هذه بناء المساجد، دور الأيتام، المستشفيات. حاليا دولة دبي الخيرية تتوسع في الأمور هذه عن طريق المحسنين. نحن من خلال منبركم هذا نقول للمحسنين، الشعب والشعوب كلها تنتظر إحسانكم في هذه الشهور القادمة إن شاء الله لاستعادهم في المستقبل إن شاء الله. فرحة اليتيم أحد أبرز مشاريع خيرية دبي، تهدف لنشر الفرحة وتفتح أبواب التكافل بين أفراد المجتمع ليدوم الخير بين الجميع عبر تكافل وتضامن يشد على يد المحتاج ويجبر خاطر المكسور، ولتتحول جملة كل عام وأنتم بخير إلى فعل ملزم للمجتمع. خيرية دبي تعمل على الإسهام بفعالية في تحسين ظروف حياة المحتاجين وتحقيق التنمية الشاملة عبر مشاريعها المتعددة التي تنفذها داخل الدولة وخارجها ضمن الأطر والمعايير الدولية والقيم الإنسانية. بالنسبة للأيتام طبعا احنا داخل الدولة عندنا ما يقارب 300 يتيم داخل الدولة، أما خارج الدولة فيتعدى تقريباً 13,500 يتيم مقسمة على 14 دولة خارج دولة الإمارات. كل عام أنتم بخير، عساكم من عوادة. عيد مبارك. عيدكم مبارك، عساكم من عوادة. كل عام أنتم بخير، عيد مبارك. كل عام أنتم بخير، عيد مبارك. عيد مبارك، كل عام أنتم بخير. عيدكم مبارك، عساكم عوادة. هني أولاً رئيس الدولة ومن ثم نائب رئيس الدولة ومن ثم الشعب الإمارات كله بقدوم العيد الفطر إن شاء الله، يعود علينا وعليهم كل سنة وكل حول بالخير والبركة إن شاء الله. مسيرة العطاء والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات لا تنقطع عبر الأعمال الإنسانية والإغاثية، وفي دبي كل يوم يفتح باب جديد عبر برامج ومبادرات ومشاريع، وليكون شعار يدوم الخير واقعا في إمارات الخير.